رفقا بالأرض. صباح النور، أهلا وسهلا بسي محمد المنسي اللي حاضر معنا طبعا من خلال فقرة رفقا بالأرض. صباح النور سي محمد. صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين ليك أخت نجيبة لكل المستمعين إذاعة تونس الثقافية واللي عاملين معاك اليوم. معنا سمير الغزواني في إخراج اللقاء، وطبعا نرحب بكل مستمعينا اللي واصلوا معنا في لقانا المباشر من صباحك ثقافة على موجات إذاعة تونس الثقافية. وطبعا لكل أوفياء هذه الفقرة، يعرفوا سيد المستمعين اللي كانوا معنا من الأسبوع الفارط في إطار حديثنا عن مشكلة المياه في تونس، هذه المعضلة الكبرى، وكنا اقترحنا أنه ستقدم طبعا سي محمد المنسي مجموعة من الحلول كرؤيتك للمشكلة هذه، واللي نختم بها حديثنا حول مشكلة المياه في تونس. تفضل. فعلا أخت نجيبة، هو انطلقنا بشحب الأمور في إثارها، انطلقنا في منذ حلقتين في تعريف بمشكل المياه وشح المياه وأزمة المياه، سواء كان يعني على مستوى عالمي، ثم حكينا في البلدان العربية وبالخصوص في بلادنا تونس، ثم حكينا على مجلة المياه، مجلة هذه اللي ننتظروا بالساعة باش تصدر من المجلة هذه وتنجم معناها توضح سياسة تونس المائية في الأعوام القادمة. اليوم نحكيو بالطبيعة على حلول أزمة المياه في المنطقة العربية وفي بلادنا تونس كذلك، معناها كيفاش شنو الحلول العملية تنجم تكون باش تخرجنا من الأزمة هذه. كما نعرفوا كلنا معناها أصبحت يعني اليوم المنطقة العربية مهددة بالاستخدام الغير المستدام للمياه، خاصة إذا اعتبرنا يعني استغلال أكثر اليوم من نصف كمية المياه الطبيعية المتاحة، وإذا اعتبرنا زادة عامل أزمة تغير المناخ واللي حكينا عليه في من حلقة وتأثيره على المياه وارتفاع بطبيعة الطلب زادة على المياه نظرا للنمو الاقتصادي والسكاني يعني وتوسع المدن والتكيف الزراعي، يعني العوامل كل تنجم تكون عندها عواقب وخيمة على نمو المنطقة العربية وتونس وتقريرها خاصة في مجال المياه وتخليها بالطبيعة على حافة الخطر. وذلك علاش يعني اليوم أغلب الحكومات انطلقت في البحث عن حلول، خاصة البلدان النامية لأزمة شح المياه وتعزيز الأمن المائي نتاعها وتغيير الأوضاع نتاعها. من أهم الحلول اليوم معناها ندخلوا في صلب الموضوع المتاحة واللي وقع اعتمادها في العديد من الدول في العالم، نذكر من بينها يعني وخاصة في المجال الزراعي، ونعرفوا معناها الزراعة تستهلك معدل بين 70 و80% وحتى أكثر من 100% المستعملة، ولك علاش يعني التقليص من المعدل هذا يعتبر هام جدا باش نجم نوفروا كمية أكبر المياه لفئات يعني المواطن. الحل هذا يتمثل بالطبيعة في الري بالطاقة الشمسية، الري بالطاقة الشمسية، وينجم يحقق 3 أهداف أخت نجيبة، وهي تعزيز المياه والطاقة وكذلك يأمن الأمن الغذائي. من أكثر الدول العربية اليوم اللي انطلقت يعني في اندمجت في هذه المشاريع هي المغرب، اليوم عندها 100,000 مضخة شمسية، ومصر أيضا 32,000 هكتار بتكنولوجيا طاقة شمسية. التكنولوجيا هذه النازعة أخت نجيبة باعتبار الإشعاع الشمسي العالي في البلدان العربية من بينهم كما قلت تونس، كما زادت التكنولوجيا هذه تعتبر صديقة للبيئة وبديل مضخات البنزين الملوثة والمكلفة، واللي تنجم زادة التكنولوجيا هذه تكون حافز من يعني للمزارعين لإنتاج أوفر، يعني خاصة المزارعين اللي ما ينجموش ما عندهمش إمكانية باش يوصلوا لشبكة الطاقة يعني شبكة الكهرباء يعملوا مضخات ويستخرجوا يعني المياه من جوف الأرض. يعني الطاقة الشمسية تنجم تكون حل من الحلول، والحل هذا هو صديق للبيئة يعني ويشجعهم على مزيد الإنتاج. الحل الثاني واللي استعملته العديد من الدول هو استغلال المورد الطبيعي الوحيد المزايد، وهو مياه الصرف الصحي، نجيبه هذا مهم جدا واللي يبقى يعني في البلدان العربية للأسف الشديد يعني نسبة نتاعو 82% بلا إعادة يعني تدوير أو رسكلة، مقارنة ب 30% في الدول المتقدمة، وبالطبيعة النسبة هذه تعتبر نسبة عالية وتهدد يعني صحة البشر، وكذلك عندها تأثير كبير على البيئة وسلامة المحيط. وذلك علاش يعني معالجة وإعادة استخدام المياه المستعملة لأغراض معناها إنتاجية كما رعاية الغابات والزراعة والأراضي يعني الطبيعية خاصة، وإعادة يعني نجموا معناها نعاودوا نغذيوا بها المياه الجوفية يعتبر يعني من الحلول الناجعة. لكن للأسف اليوم نراه
فما فجوه كبيره في السياسات بين القطاع الفلاحي والشرط الصحي. نعم. اليوم يعني امام البلدان الناميه واللي تعاني من شحنات الكثير من المكاسب واللي يمكن تحقيقها وبالتالي تغلب على الحواجز اللي هي توفير وسائل معدات المعالجه المناسبه لمياه الصرف. نعم. الصحي نجموا نتحصلوا على بالطبيعه منها هي نجموا نتحصلوا على اسمده، اسمده طبيعيه نغذيوا بها التربه، اعاده خصوبة التربه من جديد، ومياه بالطبيعه ومياه الري، وهذا ما يساهم في الحفظ المياه العذبه ومعناها ويتيح زياده في استخدام معناها المنزلي كما ذكرنا. نعم. التكنولوجيا يعني هذه يعني ركله مهمه جدا تساعد برشا على تحقيق الامن تاعنا. ثم كذلك حلول ابتكارات جديده اختنا نجيبه وبرشا دول متقدمه مشات فيها كيما تحليه مياه البحر واللي تهدف بالطبيعه الى ازاله الاملاح الزائده والمعادن من مياه البحر المالحه وتحويلها بالطبيعه الى مياه عذبه وتجارب هي مشات فيها العديد من الدول خاصه منها كما قلنا المتقدمه. اما زادت تقنيه حصاد الضباب واللي تعتمد على جمع المياه من الضباب ويعني وكي تتوفر ظروف الموائمه لحدوث عمليه التكثف يعني وتخص المنطقه خاصه التكنولوجيا دي تمشي برشا في المدن الساحليه يعني بسبب تكاثر الضباب فيها فيمكن استخراج المياه العذبه منها. اما زادت طريقه الري بالتنقيط بواسطه انابيب ذات ثقوب متعدده توضع بجانب المحافيد بحيث معناها يدفق الماء ببطء على شكل قطرات مما معناها يقلل من كميه تبذير الماء المفقود. اي يعني هذه هي قطره قطره للتحكم في المياه الزراعه ديما ركزوا خاصه لان ديما الماء يعني المخصص للانتاج الفلاحي هو يعني النسبه نتاعه مرتفعه جدا. اخت نجيبه كذلك فما تقنيات قديمه استعملوها حتى في بلادنا تونس هي تقنيه الماجل جمع مياه الامطار ثم يعني خزنها في ماجل او في خزان مائي تحت الارض ثم اعاده استعمالها استعملوها برشا جدودنا في ديارنا العربيه القدم. نعم. لذلك التقنيه هذه اليوم شاهدوها في بلدان متقدمه اللي يعني تستغل مياه الامطار تعود تمشي للوديان ثم بتدي البحر فانهم يقوموا بس يعني معناها بحفر لخزانات كبيره ثم اعاده استعمالها وحتى الرسك نتاعها ومعناها تكون سهلة وبسيطة جدا. هي الحلول ممكنة وموجودة من خلال مختلف المقترحات اللي ذكرتها طبعا سي محمد واللي هي موجودة في دول أخرى. وقت اللي نحكيو على تونس إلى أي مدى ماشيين في مختلف هذه الحلول، ربما وقت نحكيو على المعالجة وإلا تحلية مياه البحر، فما أشواط مهمة في هذا المسار من أجل حل أو التقليص من مشكلة نقص المياه في تونس؟ في تونس في بلادنا تونس صريح بصراحة مازالت السياسات ماهيش واضحة جدا، مازلنا ما خديناش تمشي واضح وعميق وفيه يعني إرادة لكسب الرهان هذايا. يعني ما عندناش أرقام تقريبا نجم نقولوا سنويا نقوم بتحلية ما يقارب قداش من متر مكعب من مياه البحر وإلا من معالجة المياه، يعني على مستوى الإحصائيات هذه غير متوفرة نتصور سي محمد. تقريبا الأرقام موجودة لكن تبقى يعني ضعيفة ومعناها وما تنجمش ما نجموش نجيبوا بها في تونس يعني مشكل شح المياه اللي التقنيات اللي ذكرتها ممكن معناها تمشي فيهم دولتنا. نعم. وهذا مهم جدا اليوم باش يكونوا فما محطات في كل الولايات لرسكلة المياه وإعادة تدويرها وبالتالي وضخها من معناها من جديد، فما نعرف التحلية يعني في يعني درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، درجة ثالثة معناها تنجم حتى توفر يعني فرصة أكثر لاستغلال المياه من جديد. في الختام أخت نجيمة نحب نقول أن المسألة اليوم هي في تحويل هذه التهديدات إلى فرص، ونحن ديما في رفقا بالأرض نقدموا المشكل ثم نقدموا الحلول. حلول مشكلة نرد المياه اليوم هي في متناول الطبيعة وهي رهان اليوم لا بد من كسبه طبيعة لأجل إدارة مستدامة للمياه، وهذا بالطبيعة يتطلب دوره وعي مائي جديد يعني وفكر جديد في المجال هذا، وما على يعني الحكومات والمستهلكين والمزارعين باش يتحملوا المسؤوليه هذه للتغلب على ندره المياه. نعم. هي مسؤوليه مشتركه ما تبدا من المواطن في يعني في باش ما توعيته باش ما لعدم تبذير الماء للفلاح بالطبيعه وللحكومات لرسم استراتيجيات تكون وطنيه واضحه لاعاده رسكه المياه المستعمله واستعمال تقنيات جديده
لحصول بالطبيعة على امكانات اوفر من الماء. نعرف الماء هو بالطبيعة يعني مشكل كل الدول واللي تحارب من اجل بالطبيعة بقائها. نعم، شكرا جزيلا لك سي محمد المنسي، كنت معنا ضمن رفقة بالأرض. نتواصل إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس توقيتنا. شكرا لك، يوم سعيد وإلى اللقاء.